يعاني صحيح، لكنه يمني النفس بانتصار عن جدارة واقتدار خارج الديار. كريم العواضي مطالب بالعودة الدفاعية من خلال صيحات الإدارة الفني التونسي. وليد سليمان، عبد الله سعيد، عماد متعب يرجع للوراء، صعوبة اختراق جدارات الفريق التونسي. مراوغة أولى والمراوغة الثانية والتصويت والتعادل، التعادل بين الأهلي والترجي، التعادل بين الأهلي والترجي 1-1. السيد حمدي، السيد حمدي يعادل النادي الأهلي في دقيقة ونصف من النهاية، وحصلة الحارس معاذ بن جريبية. 1-1 بين الأهلي والترجي، فنيات كبيرة في التمهيد، الانطلاقة هنا مراوغة بكل الدفاع لعبد الله سعيد، والسيد حمدي الوحيد الذي قدر على الحارس المعز بن جريفيه.